حنا كنطالبوا بأبسط الحقوق، كنشوفوا أنها في مشروع قانون المالية ما مذكورش أنه غيتخول شي تعويض للطلبة. جينا كنجسدوا مخرجات البيان الوطني اللي كينص على أنه تكون واحد الوقفة احتجاجية متبوعة باعتصام أمام المديرية الجهوية، اعتصام ليلي عفوا. بالنسبة للمطالب ديالنا هي مطالب اللي واضحة. أول مطلب كطالب، أنا كطالب المطلب الأول ديالنا هو يكون واحد التعويض عن التدريب الاستشفائية. كنعرفوا أن الممرض كيبدا التدريب الاستشفائية ديالو في الباركور يعني أكاديميك ديالو من السنة الأولى، دونك من السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة كاملة لي ستاج، يعني دونك كيدير مجهود كبير، كيدوز واحد العناء كبير، وهاد لي ستاج راه اوتوماتيكمون كيسد خصاص ديال بزاف ديال الممرضين وتقني الصحه اللي كيجي اللي جا على لسان الوزاره، اللي كتقول انه كاين خصاص ديال ما يقارب 65000 ممرض وتقني الصحه في المغرب. هاد الخصاص حاليا في نظركم شكون غيسدو؟ غيسدو الطلبه الممرضين وتقني الصحه في المغرب، كيسدو بصفر تعويض، يعني ما كاين حتى شي تعويض مادي على هاد الاعباء هادو. كنتمنوا انه يكون واحد التعويض، حيت مؤخرا في النهار 15 في الشهر الجاري كانت واحد اللجنه دارت اجتماع لانه يتم تخويل تعويضات على التدريب الاستشفائي لفائده الطلبه الممرضين بالمعهد العالي من تمريض وتقنيه الساعه، ولكن باقي ما خرجت حتى شي نتيجه، باقي ما عرفنا شنو كاين. بالنسبه للمطلب الثاني هو يكونوا مناصب ماليه لجميع الخريجين. حاليا تخرجت في السنه الفارطه 4000 ممرض وتقني الصحه من المعاهد العليا من تمريض وتقنيه الساعه بالمغرب، ولكن كنتفاجئ انه المديريات الجهويه بجميع ربوع المملكه خرجت مباريات توظيف لفائده هذه الاطر، ولكن هذه المباريات فيها مقاعد غير كافيه للجميع الخريجين. دونك وصلنا لانه كان ولا شبح البطاله واقع كيعيشوه بزاف ديال الخريجين حاليا. لقد قمنا بتجسيد هذه الوقفة مع اعتصام أمام المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، وذلك بسبب مجموعة من المشاكل التي قمنا بتلقيها، ومن بينها تجاهل المسؤولين لمجموعة من حقوقنا، ومن بينها عدم التعويضات على التدريب الاستشفائية، وكذلك عدم نطالب كذلك بتنزيل المناصب المالية للخريجين، لأنه لا يعقل طالب بالمعهد العالي مهن التمريض وتقنية الصحة يدرس 3 سنوات من التكوين ومن الخبرة ويأتي في الأخير ويقول لك أنا ما لقيتش منصب، يعني أنا كنشومي، يعني بما أنك أنت كتشوف أنه واحد كيطالب ليك يقول لك خاصنا شعب جديدة ومقاعد جديدة وكيزيد فيهم، وفي الأخير كتخرج للمجال ديال العمل ما كتلقاش عمل، دونك هادشي لا يعقل. المرجو إسقاط قوانين اللي هي ملموسة وكذلك مطبقة على أرض الواقع، يعني لا يعني انك طالب انه غادي يكونوا مناصب جديده ولكن في الخارج كنخرجوا ما تلقاوش خدمه. نشكركم على حسن استماعكم، وبصفتنا نحن التنسيقيه المحليه للجهه الدار البيضاء الكبرى.